صباحكم خير وسعادة وفرح، أهلا بحضراتكم مشاهدي قنوات أون تايم. النهارده هنناقش ونحلل موضوعاتنا الرياضية المختلفة، أكون مع حضراتكم لمدة ساعة ونص من دلوقتي. فرح علي في صباح أون تايم. مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية، دايما بنحب نقرب معاكم المشهد على نهاية كل أسبوع، على نهاية الأسبوع السادس فعاليات المهرجان مستمرة معاكم وبتنجح بشكل كبير جدا، ولسه بتجذب اهتمام كل الفئات وكل الأعمار علشان يزوروا المدينة، مدينة العالمين الجديدة، مع معظم طبعا الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية والترفيهية اللي بنعيشها معاكم. كل الأمور دي بتساعدنا كلنا، من إقامة وتشييد مدينة العالمين الجديدة واللي أصبحت النهاردة واحدة من أهم وأكبر الوجهات السياحية على الساحل الشمالي. مش هبالغ على فكرة لو قلت لكم يعني لما تروحوا هناك لازم هتعرفوا كويس جدا الكلام اللي احنا بنقوله ده، لازم هتشوفوا ده على أرض الواقع. المدن السياحية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، كل التفاصيل والأجواء اللي بتعيشوها وبتستمتعوا بيها في فعاليات المهرجان هتشوفوا فعلا ده على أرض الواقع. قبل ما أدخل في أهم الفعاليات المنتظرة، عاوزين نأكد على استمرار كل البطولات الرياضية لسه مستمرة معانا على ملاعب مدينة العالمين، السلة، البادل، بجانب طبعا استمرار الأنشطة داخل مدينة الألعاب، كل بقى الأنشطة اللي بتدوروا عليها واللي استمتعوا بيها ولسه مستمرين مع حضراتكم فيها. كمان تأجير العجل على طوال الممشى السياحي، أطول ممشى سياحي زي ما قلنا لحضراتكم، لسه بنعيش معاكم كل أجواء الفرح والسعادة والانبساط والصيف بالطريقة الخاصة لكل عشاق مدينة العالمين الجديدة. تعالوا نروح معاكم لقلب الحدث من مدينة العالمين الجديدة، ولسه استكمال النسخة الثانية من مهرجان العالمين، والزميل العزيز شريف عادل من هناك علشان يطلعنا على آخر الأخبار. استعدادات اليوم إيه؟ الفعاليات اللي مكمله معانا وايه الفعاليات اللي انتهت بالفعل ومستعدين لايه الويك اند القادم؟ نصبح عليك يا شريف، صباح الفل عليك. صباح الفل عليك يا فرح، صباح الفل على كل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. زي ما انت بتقولي بالظبط، لسه بنعيش اجواء الفرح ومنتظرينك بالتاكيد يا فرح يوم السبت في الحلقه، زي ما بنتابع كل سبت الحلقه طبعا اللي بنتابعها واللي بنرصد فيها بالتاكيد وعلى مدار كل الايام كل الاجواء. ولكن عندي سؤال ليك يا فرح، اسباب هروبك من المشاركه في دوري ابطال الساحل لكره القدم، ما جيتيش وما شفتكيش على مدار ايام البطوله، يعني ايه السبب في ده مع انك بتتميزي بالتالق دايما؟ الحقيقه شريف كان عندي مباراه بس من نوع مختلف شويه مع شيف الشربيني ولسه هتتذاع طبعا، يعني عملنا مباراه صغيره كده وابتدينا ان احنا نشوط الكره على بعض في الملعب طبعا المشهور هناك في مدينه الالعاب، المدينه الترفيهيه، ولسه التقرير ده هيتذاع وعايزين نعرف رايك بقى بالتاكيد، لانه من نوع مختلف تماما ان انا العب كوره بس ايه كجون، يعني كحارس مرمى دي كانت مختلفه جديده عليا. يبقى كده خدنا انفراد وعرفنا ايه سبب الغياب وخلاص كده بالتاكيد معاكي عذرك يا فرح. بتكلم معاكي بقى في اجواء العالمين ومن خلال طبعا مهرجان العالمين، لسه مكملين مستمرين في تخطيط ورصد كل ما هو جديد، وكل يوم يا فرح زي ما بتقولي في جديد وفي تنوع. يمكن تابعنا بقى الايام اللي فاتت كمان وامبارح كمان بالتحديد فعاليات الدمج بقى ما بين الطلاب الوافدين من خارج مصر ومن جنسيات مختلفه والطلاب طبعا المصريين، ومنافسات لكره القدم كانت اجواء جميله جدا جدا ما بين كل طبعا الطلاب، مش بس كمان على مستوى الكوره بس، لا كمان وطبعا منافسات الرسم وايضا منافسات الفولي اللي كانت موجوده طبعا على كره الطائره الشاطئيه، كان امبارح منافسات جميله طبعا في الثلاث منافسات دي. عايز اقول لك كمان يا فرح ان احنا زي ما انت بتقولي الممشى السياحي دايما ويوميا، يعني بصراحه الاعداد بتتزايد يوم عن يوم، الاعداد بتتزايد، وكمان التزايد ده فرح السبب الرئيسي ليه هو التنوع. عارفه انت لما كل يوم يبقى فيه جديد، فيه حاجه مختلفه، هتبقى عندك طبعا الرغبه انك تكوني موجوده باستمرار. وزي ما بتكلم معاكي دايما يا فرح، احنا مش بعيد عن مشهد طبعا الكوره والدوري الممتاز وكاس مصر، طبعا الدوري انتهى وانتهت فعاليات الدوري بشكل رسمي النهارده، كمان من خلال الشاشه العملاقه اللي بتكون دايما موجوده في منطقه الالعاب الترفيهيه هتكون في متابعه لمباريات كاس مصر مودرن سبورت وام بي ايضا في الكاس، فدايما بيكون في حرص من
الزوار على متابعه مباريات الكوره وحتى كمان من قبلها منافسات الاولمبيات. لسه مكملين فيما يخص العروض المسرحيه وايضا الفنيه، طبعا الفنون الشعبيه اللي من يوم للتاني كمان في فرق الفنون الشعبيه بتقدم عروض بشكل متميز جدا جدا يا فرح. كمان عايز اقول لك فيما يخص المنافسات في الملاعب المختلفه، بكره ان شاء الله هتكون نهايه منافسات كره القدم فيما يخص المنافسه اللي ما بين الوافدين، الطلاب الوافدين اللي هم بيدرسوا في مصر من خارج، ولكن بيدرسوا في مصر من خارج مصر، والطلاب ايضا المتواجدين المصريين. هيكون نهايه المنافسات بكره، ايضا في منافسات ل الباسكت بول هنتابعها بكره ان شاء الله باذن الله. النهارده كمان عايز اقول لك يا فرح ان يعني رصدنا كده مجموعه من ردود الافعال ما بقى قبل ما اطلع معاكي على الهواء فيما يخص بقى اراء الجماهير في نهايه الدوري الممتاز اللي انتهى، ورؤيتهم ايه كمان للمرحله اللي جايه للدوري، وقد ايه هم يعني كل بقى واحد بيحط زي ما نقول ايه روشته نجاح، لان المسابقه بقى الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله يعني تبدا في ميعاد وتخلص في ميعاد، وده اللي بيتمناه كل جماهير الكره المصريه. مستمرين بالتاكيد في رصد كل ما هو جديد فيما يخص فعاليات مهرجان العالمين. ملعب الكوره هيبقى عليه ايضا منافسات خلال الاسبوع المقبل مختلفه، ويمكن الملعب فرح دايما الكوره او الملاعب المختلفه اللي احنا بنرصد من خلال التقرير ميزتها انها بتقدم يعني لوحه مختلفه بشكل مستمر. زي مثلا الكوره تابعنا منافسات طبعا الحريفه، دوري الحريفه، وده كان الدوري 3 على 3، ايضا منافسات الدمج ما بين الاسوياء وذوي الهمم في الكوره، ودي كانت يعني منافسات جميله جدا. ايضا دوري ابطال الساحل لكره القدم للسيدات اللي كنت لسه بكلمك عليه، وكان بمشاركه 12 فريق. كمان المباراه الاستعراضيه اللي بيكون فيها بمشاركه نجوم، كمان مباراه واحد على واحد. هو ده البعد بقى، البعد ان في مواضيع مختلفه باستمرار، افكار مختلفه، الفكر المختلف وتنوع الموضوع، ده اللي بيؤدي ان اللي يكون فيه متعه وتجدد باستمرار. واكيد لسه مكملين ومعاك يا فرح، وفي انتظارك ان شاء الله باذن الله الاسبوع القادم. تحياتنا ليك الزميل العزيز شريف عادل، شكرا جزيلا انك انت دايما بتطلعنا على اخر الاخبار والاحداث الرياضيه والفنيه والترفيهيه المتواجده في مدينه العالمين الجديده. بنتمنى لك دايما انك انت تسعد بالاوقات السعيده في مدينه العالمين، بنتمنى كل الشعب المصري وكل الافواج السياحيه المتواجده داخل مدينه العالمين تسعد بكل لحظه، لان بالتاكيد هي مدينه مختلفه ورائعه، وهي مدينه السحر والجمال. خلونا نروح معاكم لحدث مهم ايضا هيقام في مدينه العالمين، وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشركة المتحدة للرياضة، عن استضافة مدينة العالمين الجديدة قرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد السوبر جلوب، واللي هتنظمها مصر بمشاركة النادي الأهلي ونادي الزمالك، وده هيكون غدنا الأربعاء الساعة 7 مساء. من المنتظر بإذن الله أنه يشهد حفل القرعة حضور عدد من مسؤول الرياضة ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وأسرة كرة اليد، بالإضافة إلى ممثلين الاتحاد الدولي لكرة اليد. هيشارك من مصر في هذه النسخة النادي الأهلي والزمالك بجانب كبار الأندية الأوروبية، في مقدمتهم برشلونة وماكبورغ الألماني، في كمان فيسبرم المجري، وجاء التصنيف الأندية كالتالي. التصنيف الأول هيضم ماكبورغ الألماني وبرشلونة الإسباني وفيسبرم المجري، التصنيف الثاني هيضم نادي الزمالك والنادي الأهلي والخليج السعودي، والتصنيف الثالث هيضم تاوباتي البرازيلي وكاليفورنيا إيجلز الأمريكي وجامعة سيدني الأسترالي. الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى كان منح بالفعل مصر حق الاستضافة وتنظيم كأس العالم للأندية سوبر جلوب لمدة 3 نسخ متتالية، وهي أكبر البطولات والبطولة الأكبر على مستوى الأندية في العالم، واللي هتشارك فيها أبطال القارات، والنسخة القادمة بتقام خلال أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري، ومن المقرر إقامتها في صالة العاصمة الإدارية الجديدة والمقامة على أحدث طراز عالمي. كما منح الاتحاد الدولي مصر حق بطولة أخرى من العيار الثقيل، وهي بطولة العالم، وهيشارك فيها المنتخبات السبعة الأولى على مستوى العالم. طيب الحقيقه ان احنا كنا سمعنا ايضا بخصوص هذا الامر انه نادي باريس سان جيرمان هيكون ايضا متواجد، ولكن لسه الامور ما ظهرتش او ما تمش حسمها. هل جد جديد على انه باريس سان جيرمان هيكون متواجد او ضيف شرف في هذه البطوله؟ هنتابع مع حضراتكم هل اعتذر النادي باريس سان جيرمان بالفعل عن التواجد او عن وجوده في البطوله؟ كل التفاصيل دي هنتابعها معاكم خلال الايام القادمه، وبالتاكيد هنطلعكم على كل التفاصيل الخاصه بكل الانديه اللي مشاركة. دايما كرة القدم أكتر لعبة بتجمع كل الناس،
وجمالها ان هي دايما بتكون اللعبه الشعبيه الاولى وملتقى ان هي تجمع ما بين كل الشعوب ويكون في تقارب للجميع. النهارده معانا تقرير لايت جدا عن منافسات مباراه كره القدم ما بين مجموعه من الطلاب وافدين من خارج مصر وطلاب من داخل مصر، وكمان معانا لقاء مع مدير انديه الطلاب الوافدين. خلونا نشوف مع حضراتكم الفكره الايجابيه دي ونتابع التقرير التالي ونرجع نكمل كلامنا. احنا في البدايه برحب بحضرتك، زي ما بنقول كل يوم في العالمين في جديد، خاصه وكمان في الكوره، يعني الكوره شفنا كذا حاجه بكذا بعد مختلف. النهارده بقى البطوله طبعا دمج ما بين الوافدين وما بين طلاب الشباب، عايز حضرتك تقول ايه عن فعاليات هذه الطلبه؟ الطلبه دي ليها انديه هنا في مصر اسمها انديه الطلبه الوافدين، دي بترعاهم ثقافيا ورياضيا وفنيا، بنحاول ندمجهم مع الطلبه المصريين والثقافه المصريه. والنهارده جايين العالمين مبسوطين، احنا وصلنا امبارح ومن اول يوم زي ما حضرتك شايف كده النشاط شغال، داخلين بثلاث فرق والماتشات فيها حماس جامد. بنحاول ندمج الطلبه المصريين مع الطلبه الاجانب، وده بنعتبره ان هم ده سفير لمصر بره، بيمثلنا بره. احنا مشتركين بالسودان وجنوب السودان ودول حوض النيل كلها معانا، ومعنا الدول ومعنا ناس من سوريا وناس من اليمن وناس من السعوديه وناس من الكويت، كل الدول معنا، مش عشان ما ننساش اي جنسيه. بس اول حاجه احب اشكر اداره الوافدين ودكتور نادر على اتاحه الفرصه للوافدين. حقيقه بصراحه من اول ما جينا في مصر وما دايما بيدوا فرص انه الوافدين يحاولوا يندمجوا في المجتمع، يحاولوا يسهلوا عليهم، يساعدوهم بقدر الامكان توفير بيئه افضل، ده بيساعدهم في التحصيل الاكاديمي وبيساعدهم يمثلوا بلدهم بصوره مشرفه. دمج سياسه يعني اداره الوافدين صراحه مطبقها بحاجه جميله. النهارده اكبر مثال انه البطوله ترفيهيه اكثر ما هي تنافسيه، الناس بتتعرف على ناس جديده، بتكسب صداقات جديده من جامعات مختلفه من جنسيات مختلفه، فده بساعد جدا انه الناس تندمج مع بعضها بشكل ايجابي. صراحه يعني احنا منبهرين، المدينه جميله على عرض طراز، اكيد هتكون في زيارات قادمه، هتكون ان شاء الله وكالة السياحه الاولى في مصر. طبعا البطوله منظمه على تنظيم احسن تنظيم طبعا يعني، والوافدين طبعا مبسوطين هنا وكلهم اخواتنا يعني وكده. والصراحه يعني العالمين نجله حلوه خالص لمصر يعني والشرق الاوسط كله يعني والوطن العربي، وحياه حلوه يعني للسياحه طبعا وكده. ان شاء الله يعني على المركز الاول، لعبنا ماتشين وكسبناهم جامعه درايه. طبعا مش كره القدم بس طبعا يعني، فكل الرياضات طبعا بتتمارس هنا، فولي بول وكل حاجه طبعا، وده حاجه كويسه يعني لكل الشباب يعني تستمتع يعني وكده. قبل كبطوله خلينا نتكلم اول حاجه عن كمدينه العالمين، تنم وتظهر التطور اللي وصلته مصر بسم الله ما شاء الله، رائع جدا. انما بالنسبه لموضوع الايفنتس اللي هو من كره طائره قدم من فنون، لا ما شاء الله تنظيم اكثر من رائع وتنظيم حلو ودنيا احلى ما يكون يعني. اسامة ابو علي من افضل الشخصيات واللي هي فعلا يمثل الشخصيه المصريه وكلنا يعني نعتز فيه. اول حاجه تنظيم كويس جدا وحاجه شيك وتلاقي ببلدنا وكويس، بطوله جميله ومنافسات قويه ما بين الطايره والفنون والقدم. اتشرفنا بيكم ودايما كده نحبكم معانا ويا رب دايما مع بعض. والله الفكره كلها انه المشاركه في هنا في اسمه ده في المهرجان حلو قوي، ومبسوط جدا بصراحه، والفكره كلها يعني النشاطات كلها حلوه هنا، وانا بصراحه يعني بقالي كتير اصلا في مصر، حتى شكلي بدي مصر كمان. وكمان كلامك كمان يعني بقالي كتير هنا في مصر بصراحه، ومبسوط يعني انا هنا في مصر وكل اصحابي مصريين وبحب مصر جدا بصراحه. ايوه اكيد يعني، وحتى لما الجنسيات كده بتجتمع مع بعض كل واحد بدي فاهم التاني ثقافته ايه ويعرفه ثقافته ايه وكده، نتعرف على بعض اكتر، نتعرف على ثقافات الدول العربيه اكتر، فبالتالي احنا بنتمنى انه ايه، نتمنى ان الدول العربيه كلها تتحد وكلها تبقى زي بعض يعني. طبعا بنرحب باخواتنا الوافدين في مصر، دي بلدهم الثانيه، واحنا مبسوطين طبعا على المنظمين لكل البطوله، يعني اجواء عالميه بصراحه. وبشكر جامعتي جامعه درايه يعني ان هي خلتنا نشارك في حدث كبير زي كده، وان احنا نتعرف على الناس اكتر ويكون في ترابط بيننا وبين اخواتنا العرب. نشكر اولا العالمين الجديده على الدمج اللي بيحصل دايما كل سنه. تمام، احنا السنه اللي فاتت كنا موجودين هنا، السنه دي برضو موجودين، وكل سنه بيبقى في عدد وافدين اكتر من اللي قبلها، وما شاء الله يعني في تواصل بيننا ومعانا، واخدين ارقامهم وتعرفنا عليهم وكل حاجه زي الفل يعني.
دي الفعاليات الرياضية اللي دايما بنسعد ونتابعها مع حضراتكم وبنقول لكم كل جديد بخصوصها. نروح كمان بقى معاكم للفعاليات الفنية، ويوم الخميس 22 أغسطس هنكون على موعد مع حدث فني أنا عن نفسي مستنياه ومنتظرة، لأن دايما بقول العالمين مختلفة بالتأكيد بطعم الموسيقار الكبير الأستاذ عمر خيرت، في ضيافة الإعلامية أستاذة إسعاد يونس وبرنامج صاحبة السعادة، وتم الترويج للحفلة على الصفحة الخاصة بمهرجان العالمين، وطبعا ده كان على الانستجرام، وكمان زي ما شفنا مع حضراتكم ده البوستر الخاص بالحفل، وهتكون ايضا حلقه خاصه ومميزه للاعلاميه اسعاد يونس في حلقه جديده من صاحبه السعاده ومن قلب المهرجان. واكدت صفحه العالمين انه التذاكر متاحه حاليا، يمكن ان انتم تحجزوها مع بدء العد التنازلي للحفله، طبعا ده من على موقع تذكرتي زي ما دايما بنفكر حضراتكم. شاركت الصفحه الرسميه لمهرجان العالمين على الانستجرام المنشور، وروجوا بالفعل الحفل عمر خيرت مع صاحبة السعادة، واتكتب عليها صاحبة السعادة جاية لكم مهرجان العالمين الجديدة. انتظروا الموسيقار الكبير عمر خيرت مع النجمة إسعاد يونس في حلقة خاصة من برنامج صاحبة السعادة يوم 22 أغسطس بإذن الله على المسرح الروماني بالمدينة التراثية، تقدروا تحجزوا التذاكر من دلوقتي. هقول لكم كمان على أسعار التذاكر، بتتقسم لفئتين، الأولى ب 2000 جنيه والثانية ب 1500 جنيه. طبعا جمهور عمر خيرت مش بيفوت له حفلة في أي مكان، ما بالكم بقى مدينة السحر والجمال، وبنستمتع بالنوستالجيا الموسيقية الخاصة بالثمانينيات والتسعينيات بالجو الرائع واللي كلنا طبعا فاكرينها لعمر خيرت، وابرزها طبعا موسيقى افلام عفوا ايها القانون، قضيه عم احمد، ليله القبض على فاطمه، جحيم تحت الماء، الارهابي، حب البنات، السفاره في العماره، الجزيره، ولاد العم، واخرهم ايضا فيلم الممر، وتاريخ طويل قوي قوي قوي. ده غير اللي احنا بنستمتع باغاني كتير بقى زي ما هي حبها وفيها حاجه حلوه، حالة مختلفة بنستمتع بيها، ومؤلفات موسيقية رائعة، وأجمل أكيد الحفلات هتستمتعوا بيها لعمر خيرت في مدينة العالمين الجديدة. من المسابقات الجميلة أيضا مسابقات الرسم، زي ما شفنا من شوية منافسة في كرة القدم ما بين الطلاب الوافدين من خارج مصر وداخل مصر، معنا مسابقة في الرسم. خلونا نشوف مع حضراتكم التقرير التالي ونقرب أكتر من المشهد ونرجع نكمل كلامنا. خلال متابعتنا لفعاليات مهرجان العالمين واحنا دايما بنشوف مشاهد متنوعة، فن الرسم والرسم والدمج كمان ما بين الوافدين والمصريين، وشايفين التنافس الجميل اللي ما بينهم في الرسم وافضل رسمة. اتكلم مع حضرتك استاذ رنا الحصري، يعني مشرف اجتماعي على فعاليات طبعا هذه المنافسة، عايز اتكلم معاكي رايك في الاجواء بشكل عام، وكلمينا عن منافسات الرسم. والله انا طبعا مبسوطه جدا بالعالمين والتقدم اللي انا شايفاه والفايبس اللي احنا فيها، خصوصا انا معايا طلبه وافدين اجانب من بلاد مختلفه، بس فاحنا جايين تبع وزاره التعليم العالي اشراف عليهم، مطلوب منهم موضوعين ان شاء الله بينفذوهم يعني، بس وزي ما انت شايف كده مبدعين. اجواء جميله جدا، والواحد بيتعرف على مصر وحتت جديده في مصر، ويشوف السياحه برضه في مصر، وبيكتشف برضه شكل العماره والمباني الجديده مختلفه كمدينه جديده وشكلها حلو جدا، وفي برضه تعارف بين المشرفين والطلبه واجواء حلوه برضه، خروج من الجامعه واجواء الجامعيه شويه. هي كانت فرصة حلوة من إدارة الوافدين إن إحنا نتواجد هنا ونرسم رسمة عن يعني بتربط بين العالمين وفلسطين، ودي الفكرة اللي أنا شغالة عليها، إنه أنا بكتب Free Palestine وحلونها بعدين في الإخراج بإني حبين يعني بالتلوين العالمين حيبان في الكلمة يعني. بصراحة أنا ما توقعتش وأنا جاية إن الأجواء تبقى بالشكل ده، وإن إحنا قاعدين على البحر، كنت متخيلة في الأول لما سمعت وقلت يا لهوي شمس وبتاع، بس لا بصراحة الجو حلو قوي، وبعدين هم حاطين لنا طبعا شمسيات فالدنيا شبه ظل، وأنت كمان قدامك البحر، فقادر إن أنت تجات انسبايرد أسرع وأفكار تجيلك أسرع. حاسة كمان إن الناس اللي حواليا كلنا بنشتغل مع بعض، فالموضوع ممتع، وبعدين نقابل ناس تانية جديدة من جامعات مختلفة، وانا كانت بالنسبه لي اول مره ان انا اجي المنطقه دي بالذات في العالمين، واول مره ان انا يعني اجرب بقى ان انا ارسم على البحر، اصلا دايما بقعد اقول عايزه ارسم بس عمري ما جربت الموضوع، ومعايا كمان ناس
ومسابقه وكده، فلا بصراحه تجربه حلوه قوي وافتكر ممكن اجربها تاني ان شاء الله. عايزه اقول بجد ان هي تجربه يعني بجد حلوه قوي، وفعلا بسطتنا كلنا، وكمان كل حاجه منظمه كويسه، فحاسه ان بجد تجربه اسعدتني واسعدتنا كلنا. احنا فعلا قاعدين مبسوطين كلنا احنا شغالين. طبعا دي حاجه كويسه، اكيد لازم كلنا نبقى يعني في مكان واحد بنتعامل مع بعض عادي، مش اي مشكله، فاكيد دي خطوه كويسه يعني، حاسه ان حركه اكيد كويسه. لسه بنتابع مع حضراتكم كل جديد وبنعيش أجواء مهرجان العالمين، والعودة مرة تانية لمدينة العالمين الجديدة. وزي ما قلت لحضراتكم هيكون في قرعة مهمة جدا لكأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب. بيسعدنا ويشرفنا دلوقتي يكون عندنا عبر الهاتف ومعانا الكابتن عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد. بنرحب بحضرتك يا كابتن عمرو، صباح الفل عليك. صباح النور، اهلا بيك يا فرح، ازيك؟ اهلا بحضرتك، منورنا بالتاكيد كابتن عمرو. الحقيقه ان احنا سعداء وبنتشرف دايما بكل الفعاليات الرياضيه المشرفه لمصرنا الحبيبه، وطبعا حدث مهم جدا زي كاس العالم للانديه واستضافه مصر لكاس العالم للانديه، ولكن زي ما قلنا ان شاء الله كمان هيتم الاعلان عن القرعه الخاصه للبطوله يوم الاربعاء غدا باذن الله من مدينه العالمين الجديده. القرعه تكون الساعه 7 مساء. بالتاكيد عايزين نعرف من حضرتك ابرز الحضور اللي هيكونوا متواجدين، وعايزين كمان نتكلم معاك على الشق الخاص بمشاركه فريق باريس سان جيرمان اللي تم الاعلان عنه بالفعل انه هيكون ضيف شرف البطوله. عايزين نعرف ايضا اخر المستجدات لانه تم الاعلان بالامس عن الفرق المشاركه وباريس سان جيرمان مش متواجد معهم. طيب هشرح لحضرتك. اولا القرعه ان شاء الله هتتم بكره الساعه 7 بالليل بحضور طبعا كوكبه من الشخصيات العامه والشخصيات البارزه في مصر وفي عالم الرياضه. هيبقى موجود ان شاء الله طبعا معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وفي حضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي، الدكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصري، الشركة المتحدة اللي احنا بنتشرف كاتحاد مصري ان هم الرعاة الرئيسيين لينا بوجود المهندس محمد يحيى لطفي رئيس مجلس الإدارة، وطبعا المهندس سيف الوزيري نائب رئيس مجلس الإدارة. هيبقى فيه حضور طبعا لضيوف شرف موجودين زي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، لعيبه دوليين زي احمد الاحمر وابراهيم المصري كابتن منتخب مصر، وكمان الكابتن حسين زكي والكابتن اشرف عواض كضيوف شرف عشان اختيار او تنظيم اجراءات القرعه اللي هتتم. في نفس الوقت في مجموعه كبيره من الشخصيات العامه هتبقى موجوده ان شاء الله، هتشرفنا في حفلة القرعة الخاصة ببطولة العالم للأندية. بطولة العالم للأندية فرح أول مرة هتتعمل في مصر رسميا، لأن كان في نسخة اتعملت تمهيدية ولم تحتسب اللي هي الأولى اللي تمت في النادي الأهلي شارك فيها، ولكن احنا بالشراكة ما بين الاتحاد المصري والاتحاد الدولي والشركة المتحدة للرياضة أخذنا عملنا عقد مع الاتحاد الدولي لتنظيم البطولة ثلاث سنين القادمة. دي أول مرة، لأن قبل كده كانت بتتعمل في أوروبا، كانت بتتعمل في السعودية، كانت بتتعمل في قطر فترة طويلة، ولكن الحمد لله احنا قدرنا بالتفاهم مع الشركة المتحدة في الحصول والعلاقة الطيبة مع الاتحاد الدولي في الحصول على الثلاث نسخ القادمة اللي هي 24 25 و26. ان شاء الله كمان هيبقى في اعلان عن ان احنا اخذنا ثلاث بطولات برضو اللي هي بطولة كأس العالم للقارات، بداية من هي بتتعمل كل سنتين، بداية من يناير 25، يناير 27، ويناير 29. فاحنا في مجموعة كبيرة من الاحداث الرياضية الخاصة بكرة اليد هيتم الإعلان عنها، زي كأس العالم للقارات، زي كأس العالم للناشئين مواليد 2006 هتتعمل في مصر في شهر 7/25، وده طبعا ما بيجيش من فراغ، بيجي من تخطيط، بيجي من دعم من الدولة، متمثل طبعا في دعم الرياضيين ودعم الاتحادات اللي احنا بناخده من خامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
وطبعا دولة رئيس الوزراء والدكتور أشرف صبحي. فالحمد لله احنا يعني كاتحاد كرة يد احنا الحمد لله في زي ما بيقولوا مجموعة من الأحداث العالمية هتبقى موجودة على أرض مصر خلال الثلاث سنين الجايين إن شاء الله. ده ما جاش يعني ده ما بيحصلش غير بتعاون ما بين جميع الأطراف، وأهم طرف في القصة دي طبعا هو الاتحاد الدولي بالتأكيد. وكذلك الشركة المتحدة للرياضة بالتأكيد. خلينا كمان نروح بقى يا كابتن عمرو للجانب الخاص بمشاركة باريس سان جيرمان في البطولة والاعتذار. والله هو يعني احنا كان طلب ان باريس سان جيرمان يبقى ضيف شرف، اللي هو في حاجة اسمها الوايلد كارد، اللي هو الاتحاد الدولي بيقدر ان هو يدعي فرقة تسعة بجانب الثمانية اللي موجودين. هايل. ولكن لما الاتحاد الدولي خاطب نادي باريس سان جيرمان بعتوا اعتذار نتيجة ظروف الجدول المضغوط بالنسبة لهم في بداية الدوري، وكذلك ان هم بيلعبوا في بطولة اوروبا. فتم الاعتذار، وان هم يعني طلبوا ان شاء الله النسخة الجاية ان هم ان شاء الله يبقوا موجودين فيها. احنا كانت الفرصه ان باريس سان جيرمان ليه شعبيه وكمان منتقل اليه حديثا من واحد يحيى خالد بالتاكيد اللاعب الدولي يحيى خالد، وهو لاعب مميز ولاعب من ان احنا بنتشرف بيهم ان هم بيلعب بره محترف، وهو يعني مثال يحتذى به. ولكن احنا طلبنا بالاتفاق مع الشركه المتحده ان يبقى الوايلد كارد يوجه من خلال الاتحاد الدولي الى نادي فيسبرم اللي هو هيبقى موجود في البطوله اللي بيلعب فيه يحيى الدرع. صحيح. فاحنا يعني الفكره كلها ان هم احنا كمان عايزين تبقى البطوله قويه، البطوله فيها برشلونه بطل اوروبا، في ماجدبورج اللي هو بطل اوروبا السنه اللي فاتت وبطل النسخه السابقه بتاعت السوبر بتاعت كاس العالم للانديه. هي ما بقاش اسمها السوبر جلوب على فكره، بقى اسمها بطوله العالم للانديه. وتم اختيار فيسبرم، هيبقى موجود، هيبقى فيه تسع فرق، الثلاث فرق الاوروبيه بجانب الخليج السعودي الزمالك والاهلي، فرقه من استراليا اللي هي جامعه سيدني، وفرقه من امريكا، وفرقه من البرازيل. هيتقسموا على ثلاث مجموعات، كل مجموعه هتبقى ثلاث فرق، وهتتم القرعة بكرة إن شاء الله. وتقسمت الفرق لتصنيف أول وتاني وثالث، الأهلي والزمالك في التصنيف الثاني، للفرق الأوروبية الثلاثة في التصنيف الأول. وهيتاخد أول كل مجموعة مع أحسن تاني، وهيتعمل الدور اللي قبل النهائي إن شاء الله. وبإذن الله البطولة هتقام على طبعا الملعب الخاص في العاصمة الإدارية الجديدة. صحيح مظبوط. يعني حتى احنا كمان دلوقتي مع الاتحاد الدولي في زياره خاصه للفنادق والملاعب دلوقتي حالا مع ممثلين الاتحاد الدولي للوقوف على اخر الاستعدادات عشان يكتبوا تقريرهم النهائي. فاحنا دايما يعني الحمد لله بصراحه الانفراستراكشر والبنيه التحتيه اللي موجوده في مصر يعني اللي اتعملت من خلال رؤيه 2030 بتدينا الثقة والقدرة ان احنا نطلب تنظيم اي بطولة. يعني بالتأكيد. انا صراحة الصالات او الاوتيلات والطرق على اعلى مستوى. صحيح. على اعلى مستوى. انا لسه جاي من باريس يا فرح في بطولة في الاولمبياد، كنت مع المنتخب الاول لكرة اليد. لا انا اقدر اقول احنا قادرين بقوة على تنظيم اي بطوله عالميه، وده بالفعل بيتنفذ. يعني الانطلاق ان شاء الله من بطوله عالميه وبطوله محترمه وبطوله مشرفه، بنسعد وبنفتخر جدا ان البطوله ان شاء الله بطوله كاس العالم للانديه هتكون مقامه على ارض مصرنا الحبيبه مصر. شكرا جزيلا لحضرتك كابتن عمرو صلاح امين صندوق الاتحاد المصري لكره اليد. بنتمنى دايما ان احنا نكون بنفخر بكل الاتحادات وبكل المنظمين، كل الناس اللي بتشتغل بتعمل جهد كبير جدا علشان فعلا يكون في استضافه مثل هذه البطولات على ارض مصر، ودايما تكون فرقنا ولاعبتنا بيشرفونا في كل مكان.
عايزين اقول لكم كمان انه فيما يخص سباقات السيارات، من المقرر انطلاق سباق السيارات من بدايه ابراج العالمين لغايه نهايه الممشى السياحي النهارده الثلاث، ويعني برضو الجمهور يقدر ان هو يشارك باي نوع من السيارات او مشاهده السباق في الشارع من غير ما يدفعوا اي رسوم او تذاكر. دي ايضا من ضمن فعاليات المهرجان، اسبوع مميز جدا من اجمل احداثه، ان هي طبعا بتخلينا نسعد ونشارك في كل الاحداث الرياضيه المختلفه، وان هي طبعا بتضمن استضافه الابطال الرياضيين الحاصلين على ميداليات مختلفه في دوره الالعاب الاولمبيه يوم الاحد الماضي بحضور وزير الشباب والرياضه، وتم استقبال الابطال بترحاب واسع جدا من رواد المدينه، لانه حدث مهم بيدعو للفخر وحرص طبعا كل الناس المتواجده ان هي تهلل بابطالنا ويكونوا سعيدين جدا بوجودهم. وطبعا الزائرين هنوهم وهنوا اللعيبه وتبادلوا الحديث معاهم. اخر حاجه هتكلم فيها، امبارح الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه استقبلت وزير الاوقاف اسامه الازهري في مهرجان العالمين، والرئيس التنفيذي استاذ عمرو الفقي اصطحبوا في جوله تفقديه داخل مدينه العالمين. وزير الاوقاف تفقد شاطئ ذوي الهمم على هامش فعاليات مهرجان العالمين، اشاد بالجهد الكبير ايضا المبذول هناك. الحقيقه هي زياره جيده جدا ورائعه من ضمن مجموعه زيارات مهمه لبعض الوفود داخل مدينه العالمين، بتعكس مدى اهتمام الدوله المصريه بالمشروع السياحي الفخم والعظيم. يوم بعد يوم المدينه والمهرجان ياخدوا شكل رائع وشهرة إيجابية أكتر من اللي قبلها، وده نتيجة شغل كبير وكتير من كل القائمين على المهرجان تحت رعاية الدولة المصرية الحريصة جدا على إنجاح النسخة الثانية من مهرجان مدينة العالمين الجديدة 2024. من أول يوم في فعاليات المهرجان الكرة أو كرة الطائرة الشيطائية مش بتنتهي، متواجدة بشكل مستمر معانا ما بين كل الفئات وكل الأعمار، وكل يوم في منافسات. علشان كده برضو النهاردة معانا أكتر من لقاء عن منافسات الكرة أو كرة الطائرة الشاطئية ما بين الطلاب الوافدين من خارج مصر وما بين الطلاب المصريين. تعالوا نشوف مع حضراتكم التقرير التالي ونرجع لكم مرة تانية. دمج مستمر في مختلف الالعاب، الكره الطائره الشاطئيه دمج ما بين الوافدين والمصريين. عايز تقول ايه عن منافسات الكره الطائره الشاطئيه؟ منافسات يعني لحد ما تنافسيه، يعني شفنا يعني بنشوف جنسيات كتير، ناس كتير جايه من محافظات كتير برضو على مستوى الجامعات والمعاهد والجامعات الحكوميه والجامعات الخاصه، دمج بين الطلبه كلهم، فده ادى لروح تفاعليه بين الطلبه ما بين تخصصات مختلفه. يعني عندنا مثلا الفريق بتاعي اداره هندسه، في ناس جايه من المنيا الشرقيه محافظات الساحل، الكلام ده كله، فأدى الروح حلوة جدا فعلا. الجو يعني رغم وجود شمس بس هوا البحر غاطي على الشمس فمدي أجواء حلوة للعب. يعني المنافسات قوية جدا، الجامعات اللي جاية والوافدين ما شاء الله عليهم هم كويسين جدا والجنسيات مختلفة، فده بيخلينا نستمتع أكتر بالبيتش فولي. يعني لا الصراحة الدنيا مختلفة جدا عن أي حاجة احنا قبل كده، حاجة جديدة يعني بتخلي الدنيا شكلها أحلى وكده. مدينة العالمين أول حاجة احنا اتفاجأنا يعني بجمالها وليها مستقبل، وبعدين الوافدين برضو يعني ما قصروش معانا، وفي كل فعاليات يعني بيحاولوا يدمجونا مع بعض مع الطلبة المصريين والوافدين مع بعض. يعني ومدينة العالمين يعني ليها مستقبل باهر ان شاء الله، وهتبقى يعني من افضل المدن السياحيه في العالم ان شاء الله. احنا اصلا يعني بلد واحده، والشعب المصري والشعب السوداني اخوات، وكلنا يعني مع بعض حاجه واحده. لسه مستمرين مع حضراتكم وبنتكلم بالتأكيد عن آخر الفعاليات الخاصة بالمهرجان، ولكن هننتقل معاكم طبعا لآخر أحداثنا الرياضية ومسابقة كاس مصر واستمرار مباريات اليوم إن شاء الله هنستعرضها معاكم، ولكن بعد الفاصل في صباح أنصار. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه نستكمل معاكم فقرتنا في صباح اون تايم، وصلنا معاكم لكل ما يخص الرياضة. وطبعا انتهى أول امبارح دوري نايل بعد موسم طويل استمر حوالي يعني سنة كاملة، وخلونا نقول لكم برضو سريعا كده أبرز نقاط والملامح النهائية لمسابقة الدوري قبل ما ندخل على طول في استكمال منافسات كاس مصر. أكتر من ثلاث أندية حققوا الفوز، طبعا النادي الأهلي 27 مباراة، بيراميدز 24 مباراة، الزمالك 17 مباراة. أقل ثلاث أندية حققوا للفوز ثلاث مباريات،
المقاولين العرب 5 مباريات، بعد كده فاركو 6 مباريات، وعارفين طبعا ان هو هبط الداخليه والمقاولين بالفعل من الموسم ده. اكتر 3 انديه سجلوا للاهداف: النادي الاهلي 75 هدف، بيراميدز 62 هدف، وبعد كده نادي الزمالك 53 هدف. اقل 3 انديه استقبلوا اهداف: بيراميدز استقبل 27 هدف فقط، وبعد كده النادي الاهلي استقبل 28 هدف، نفس الامر مودرن سبورت استقبل 28 هدف. اما بقى عن اكتر 3 انديه تعرضوا للخساره: فنادي الداخليه 20 مباراه، ثم بلدية المحلة نفس الأمر 20 مباراة، والمقاولون العرب 18 مباراة، والثلاثة ودعوا دوري نايل بالفعل. 8 مدربين نجحوا من رياح التغيير الفني في موسم 2023-2024، دول اللي ما تمش تغييرهم، يعني خلاص نجوا زي ما بنقول كده الموسم ده: مارسيل كولر مع النادي الاهلي، احمد سامي مع فريق سموحه، علي ماهر من المصري البورسعيدي، مجدي عبد العاطي مع زد اف سي، وايمن الرمادي مع سيراميكا كليوباترا، كابتن عبد الحميد بسيوني ايضا مع طلائع الجيش، ايهاب جلال مع فريق الاسماعيلي، علاء عبد العال مع الجونه. ابرز نجوم المسابقه من حيث التهديف وصناعه الاهداف: وسام ابو علي لاعب النادي الاهلي سجل 18 هدف وصنع 6، فيستون مايلي لاعب بيراميدز سجل 17 هدف وصنع 4، حسام اشرف لاعب بلديه المحله سجل 14 هدف وصنع 2، ياو انور لاعب البنك الاهلي سجل 11 هدف وصنع 7، صديق جولا لاعب سيراميكا كليوباترا سجل 11 هدف وصنع 7. واضح جدا جدا تفوق العنصر الايجابي في المسابقه انك تشوف الاجانب طبعا في مسابقة دوري نايل اللي بيظهروا مع كل فريق بيتألقوا. لاعب الأجنبي كان هو نجم الشباك، يعني لو بصيت هتلاقي في النادي الأهلي وسام أبو علي، بيرسي تاو، في الزمالك حمزة المتلوثي، في بيراميدز فيستون مايلي، فخري لاكاي طبعا، في سيراميكا كليوباترا صديق جولا اللي كان متألق جدا جدا الموسم ده، أحمد القندوسي الرائع والمتألق مع فريق سيراميكا، البنك الأهلي عنده ياو أنور أيضا المتألق واللي انتقل من نادي الإسماعيلي، مبلولو من الاتحاد السكندري، وطبعا لو بنتكلم في المصري بورسعيدي فخر الدين بن يوسف من اللعيبة اللي تألقت، معتز الزدام، حتى المقاولين العرب جوزيف وشايا. يعني ابرز الاحصائيات كلها في دوري نايل بتقول ان العنصر الاجنبي تالق بشكل كبير جدا في المسابقه، سواء افريقي او حتى عربي قدر ان هو يتالق بشكل كبير. طيب كمان من الحاجات المهمه جدا 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 اللي عشناها معاكم خلال الايام اللي فاتت التصريح، عندنا فقره تصريح وتعليق، تصريحات مهمه، ونروح للفقره بدايه كده من الكابتن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي، واللي اكد انه لم يتوصل لاتفاق بعد لتجديد عقده مع النادي الاهلي. قال: قعدت مرتين مع مسؤولي النادي الاهلي لكن ما وصلناش لاتفاق بان انا اجدد العقد، الاهلي بيتي ومش همشي الا عن طريق النادي الاهلي. في عروض كتير جدا وصلت بالفعل 500 مليون جنيه خلال 3 مواسم اللي فاتوا ولكن رفضتها كلها، وبحصل دلوقتي على نسبة يعني بتقل عن 20% من هذه المبالغ. كمان بيقول: لا يمكن أن ألعب في أي نادي في مصر غير النادي الأهلي، تلقيت عرض بالفعل كبير جدا من فريق بيراميدز من فترة، وقتها طلبوا أنهم يشتروني مقابل 2 مليون دولار ورفضته. أيوة بفكر في مستقبلي وبفكر في مستقبل ولادي، لكن النادي الأهلي هو بيتي وما بعارضش أي قرار من الإدارة بيقولوا. كمان بيقول: ما عنديش أي مانع في أن أنا أقعد احتياطي لمصطفى شوبير، وما تدخلتش أن أنا أرفض ضم حارس مرمى للنادي الأهلي في يناير اللي فات. ده مش قراري على فكرة، وما بتعداش على أي اختصاص مش اختصاصي كلاعب، وفي النهاية أنا لاعب ودوري داخل الملعب فقط، وعلاقتي بمحمد أبو جبل جيدة جدا جدا، وأنا أكتر واحد سندته في أمم إفريقيا. كمان بيقول إنه لعيبة النادي الأهلي والزمالك أصدقاء خارج الملعب، واللي بيحصل في المباريات نرفزة ملعب عادية جدا، علشان كل فريق وكل لاعب عايز يكسب، لكن كلنا أصحاب في المنتخب، مباراة القمة بطولة بالنسبة لينا وبالنسبة للجمهور هي مباراة مهمة جدا. أما بقى عن شيكابالا فأنا بحبه جدا وهو لاعب مميز ورائع، بتكلم معاه باحترام جدا وهو من اللعيبة المميزين والكبار في الدوري المصري.
دي أبرز التصريحات الخاصة بكابتن محمد الشناوي واللي قالها بالفعل طبعا بخصوص وجوده داخل النادي الأهلي، انتقاله والتجربة الاحترافية ما جددش عقده حتى دي اللحظة. هل هيوصل لاتفاق مادي مع النادي الأهلي ولا هينطلق للتجارب الاحترافية وهيفضل ان هو يحترف خلال الفترة القادمة؟ تحدث عن علاقته مصطفى شوبير، ما عندوش أي مانع ان هو يقعد احتياطي. تحدث بالفعل أيضا عن علاقته بنجوم نادي الزمالك واللي وضح فيها أمور كتير جدا. محمد الشناوي واحد من أهم وأبرز نجوم الدوري المصري الممتاز ومنتخبنا المصري، لاعب محترم وعنده خبرات كبيرة جدا، وهو كابتن من كابتن النادي الأهلي، وبالتأكيد هو إضافة للدوري المصري. نروح لتصريح تاني، واكد البرتغالي جوزيه جوماز المدير الفني لنادي الزمالك انه نادي الزمالك محظوظ طبعا بتواجد لاعب زي عبد الله السعيد، وانه بيتمنى انه شيكابالا يكمل لاطول فتره ممكنه داخل جدران القلعه البيضاء. قال كمان لما بتمتلك لعيبه بيقدروا ان هم يمرروا الكوره بكل سهوله ما بتقلقش نهائي. ناصر ماهر وعبد الله السعيد، وبعد كده تقديم عبد الله السعيد ان هو يلعب رقم 10 ليا في الملعب. بعد ما شفته في الملعب قلت لا، اللاعب ده لازم يلعب رقم 8، وكانت رؤيته مدهشه جدا لما بيستلم الكوره ويكون كاشف الملعب كله بالكامل وبيجري 12 كيلو في الملعب، لا يقدر ان هو يلعب كمركز 8. وطبعا ده زي بيرلو اسطوره ايطاليا في النهايه، طبعا دي حاجة من الحاجات المهمة جدا في الحياة الكروية للاعب. كمان بيقول قوة النادي الأهلي موجودة في لعبه كفريق واحد، وما بيلمعش أي لاعب كده بعينه، بتلاقي اللاعب ده هو اللي بيلمع، لا الفريق كله بيلمع، وما أقدرش أن أنا أقول أنه لاعب بعينه هو اللي بيصنع الفارق، أقول أنه هو الأفضل، لا الفريق كله، وطبيعي أن يكون الهداف منه، لكن عدد المباريات اللي بيلعبها أقل. هو مهاجم طبعا مميز جدا ده وسام ابو علي. الاهلي قلق قويه كفريق واحد، الزمالك بيمتلك امكانيات كبيره جدا للفوز بكاس السوبر. وتحدث جوماز بالتاكيد عن وسام ابو علي، قال انه ما اقدرش ان انا اتكلم على لاعب فقط، نادي الاهلي كله كتيم نادي قوي، وبالتاكيد لازم هداف الدوري يطلع من النادي الاهلي لانه تيم قوي وعنده لعيبه جيدين جدا. دي ابرز تصريحات جوزيه جوماز واللي تحدث فيها واللي اتكلم طبعا على قوه النادي الاهلي واللي اتكلم على قوه لعيبته، ابرزهم عبد الله السعيد اللي بالتاكيد جوزيه جوماز بيعتمد عليه وبيعتبره من الاعمده الاساسيه لنادي الزمالك ولا غنى عنه داخل الفريق، وهو على قناعه تامه ان عبد الله السعيد يلعب كمركز 8 ويكون كشف الملعب كله افضل بكتير منه كلاعب يشارك كمركز 10 خلال الايام القادمه. نروح لمسابقة كاس مصر. قبل ما نتكلم عن مباريات اليوم بإذن الله، برضو هقول لكم أن اتحاد كرة القدم أخطر نادي فاركو بالفعل بالتأهل لربع نهائي كاس مصر موسم 2023-2024 مباشرة من غير ما يلعب لقاء دور 16 ضد النادي الأهلي، وده بعد ما أعلن النادي الأهلي اعتذاره عن عدم استكمال بطولة كاس مصر بسبب ضغط المواعيد، وتلقى نادي فاركو فاكس رسمي من اتحاد الكرة بيخطره خلاله بالتأهل مباشرة لربع النهائي، وأن المباراة المقبلة تكون ضد المصري بورسعيد يوم الخميس اللي جاي في استاد برج العرب. دي اخر المستجدات بخصوص مباراه فاركو اللي انتهت بفوز فاركو على النادي الاهلي بسبب انسحاب النادي الاهلي من عدم استكمال البطوله. النهارده بقى عندنا استكمال منافسات دور ثمن النهائي وهتكون كالتالي. الساعه 6 مساء الاسماعيلي هيكون على موعد مع مواجهه النادي سموحه. الساعه 9 مساء مودرن سبورت هيواجه فريق انبي. الإسماعيلي مع سموحة مباراة خارج كل التوقعات زي كل مباريات الكاس. الإسماعيلي طبعا أنهى الموسم في أسوأ وضعية ليه في تاريخه الحديث، جه في المركز طبعا الـ14 مع 33 نقطة، وآخر مباراة في الدوري خسر أمام سموحة بالتخصص طبعا. أما سموحة أنهى الدوري على أفضل ما يكون في المركز السادس مع 54 نقطة، وأكيد مع الوضع في الاعتبار مفاجآت الكاس تبقى فرص سموحة أكبر، لكن وارد النادي الإسماعيلي يعملها ويعمل مفاجأة ويكسب المباراة. بنقول مباريات الكاس خارج كل التوقعات وملهاش كبير أبداً. اما بقى المباراه الثانيه هتجمع ما بين مودرن سبورت مع انبي، مباراه متكافئه جدا. مودرن سبورت انهى الموسم بشكل مميز بعد ما فاز على النادي الاهلي في اخر جوله 2-1، سجل من النقاط طبعا 54 نقطه في المركز الخامس، في المقابل انبي جمع 45 نقطه في ايضا المركز التاسع.
طبعا المباراة الثالثة المفروض كانت هتجمع النادي الأهلي مع فاركو، لكن النادي الأهلي قرر عدم استكمال مباريات الكاس، بالتالي تأهل نادي فاركو للدور ربع النهائي مباشرة، واعتبر فريق فاركو فائز بالمباراة. بكرة الأربعاء عندنا مباريات أيضا هتكون كالتالي: سيراميكا كليوباترا مع زد اف سي، الزمالك مع طلائع الجيش، دول المباراتين اللي هيذاعوا ايضا عبر شاشه قنوات اون تايم سبورتس. مباريات اليوم ايضا تابعوها في مسابقه كاس مصر، ومين هيكون بطل النسخه الحاليه 2000 ايضا 23 2024، ده اللي هنتابعه معاكم وبالتاكيد هنعرفه. تعالوا نروح معاكم لاهم اخبارنا في فقره اون فاير نيوز. نبتدي معاكم اول اخبارنا من منتخبنا المصري. بيدرس حسام حسن ضم رمضان صبحي لاعب بيراميدز المعسكر الفراعنه استعدادا لمواجهتي كاب فيردي وباتسوانا يوم 6 و10 سبتمبر. رمضان صبحي بالفعل ضمن القائمه الاوليه اللي اختارها الجهاز الفني للتواجد في معسكر المنتخب المقبل، هيتم حسم موقفه من التواجد في القائمه النهائيه خلال اجتماع الجهاز الفني قبل الاعلان عن اسماء اللاعبين بشكل رسمي استعدادا لمواجهتي كاب فيردي وباتسوانا زي ما حضراتكم عارفين وتابعتوا. الكابتن حسام حسن على قناعة تامة جدا بوجود رمضان صبحي داخل القائمة، شفنا انه هو كان خلاص يعني على اعتاب دقائق من ضمه للقائمة النهائية، ولكن حدث ما حدث بخصوص اقحام اللاعب بشكل يعني مؤذي نفسيا للاعب وبامور غير مدروسة تماما، وتم ظلم اللاعب في يعني انه اللاعب يكون اسمه محطوط في الجانب الخاص بالمنشطات، وطبعا ظهرت الحقيقة بعد فترة طويلة جدا، ولكن ضيعت على اللاعب وجوده داخل معسكر منتخبنا المصري، قدر ان هو يتألق مرة تانية ويستكمل مشواره مع فريق بيراميدز. بنتمنى ان احنا دايما يكون عندنا الطاقة القوية دي، طاقة مش مهدورة ويتم استغلالها، ابرز اللعيبة اللي عندهم امكانيات لازم يتم استغلالها مع منتخبنا المصري. بالتأكيد الكابتن حسام حسن قادر ان هو يرجع رمضان صبحي لمستواه المعهود عليه مع المنتخب، ويكون بالتأكيد قماشة، ويكون بالتأكيد أكيد لاعب وكارت رابح مع المنتخب المصري خلال الفترات القادمة. تعالوا نروح معاكم لأهم أخبار نادي الزمالك ونكشفها معاكم من عند الجلسة اللي تم عقدها بالفعل مع أحمد مصطفى زيزو. مصدر داخل نادي الزمالك قال لنا كده وكشف لنا عن تفاصيل الجلسة امبارح كنا منتظرينها، كانت بحضور حسام المندوه أمين الصندوق وأيضا رامي نصوحي. تحدث الدكتور حسام المندوه مع زيزو عن رغبة مجلس الإدارة في تجديد عقده اللي بينتهي الموسم المقبل، وزي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا خلال الساعات الأخيرة قلنا ان في جلسة تمت بالفعل واستمرت لحد الصباح الباكر من امس، والجلسة ضمت حسام المندوه وكابتن احمد سليمان وكابتن هشام نصر وكابتن حسين لبيب ووالد احمد مصطفى زيزو وزيزو بالفعل، وده كان خارج جدران القلعة البيضاء في بيت الكابتن احمد سليمان. وزي ما حضراتكم تابعتوا يمكن تكهنات كتير جدا اتكلمت وقالت على انه زيزو مستاء يمكن بخصوص الامور والتفاصيل اللي ظهرت واللي اتقالت عن عدم رغبة زيزو بالتجديد لنادي الزمالك وعدم رغبته في ان هو يشارك ويكون متواجد خلال الفترة القادمة. وطبعا زي ما حضراتكم بتتابعوا انه الامور بتختلف ماديا ما بين اللاعب بالتأكيد عايز يأمن مستقبله ويقارن ما بين العرض المقدم ليه من قبل إدارة نادي الزمالك والعروض المقدمة للاحتراف الخارجي. هنتابع معاكم خلال الساعات القادمة وهنقول لكم بالتأكيد الأمور المادية اللي توصل ليها اللاعب مع نادي الزمالك، وهل تم الاتفاق على استكمال مشواره داخل جدران القلعة البيضاء أم لا، وهيرحل زيزو بنهاية الموسم ده. وزي ما حضراتكم عارفين يعني زيزو لو هنتكلم انه زيزو هيستكمل المشوار حتى نهاية العقد، ولكن يحق للاعب انه هو يمضي فري في شهر يناير القادم. حصل مسؤولي بيراميدز على توقيع يوسف اوباما صانع العاب نادي الزمالك، وذلك خلال الايام القليله الماضيه. اتفق اللاعب ايضا مع مسؤولي بيراميدز الحصول على 15 مليون جنيه في الموسم الواحد، واوضح مصدر انه اللاعب اتفق مع اداره بيراميدز انه حال تجديد عقده مع نادي الزمالك بيعد عقده مع بيراميدز يعني لاغي، ومش ساعتها هيشارك مع فريق بيراميدز وهيستكمل مشواره مع نادي الزمالك. وافقت إدارة بيراميدز على قرار اللاعب وعلى طلب اللاعب في الوقت الحالي، اللي بيرى مسؤولي الزمالك انه طلبات اللاعب المادية مغالى فيها حتى هذه اللحظة، علشان كده ممكن ان هما ما يجددوش ليوسف اوباما ويكون القرار الانسب ليوسف اوباما ان هو ينتقل لفريق بيراميدز بالفعل.
نروح لخبر تاني. وكشف مصدر داخل نادي الزمالك ان مجلس الاداره توصل لاتفاق نهائي مع اشرف بن شرقي لعودته من جديد للقلعه البيضاء. اوضح المصدر ان مسؤولي الزمالك ينهي الرتوش الاخيره على الصفقه، خاصه فيما يتعلق بمقدم التعاقد والمكافئات اللي بيحصل عليها مع كل بطوله هيحصل عليها الفريق. تابع المصدر كمان انه من المتوقع ان يصل اللاعب الى القاهره خلال الساعات القليله المقبله عشان ينهوا كافه الامور والتوقيع رسميا لنادي الزمالك. وزي ما حضراتكم عارفين اشرف بن شرقي من الاسماء اللي هي مطلب جماهيري لطبعا عشاق نادي الزمالك، لانه بالفعل قدم مواسم رائعه جدا مع نادي الزمالك، وجمهور نادي الزمالك بيمني النفس بعوده اشرف بن شرقي وانه يصنع المزيد داخل جدران القلعه البيضاء. نروح لأخبار النادي الأهلي القلعة الحمراء. واقترب السفر محمد عبد المنعم لفرنسا من أجل إجراء الكشف الطبي لانضمامه لفريق نيس الفرنسي بعقد مدته 4 سنوات. كشف لويك تانزي الصحفي بصحيفة ليكيب الفرنسية عبر حسابه الرسمي على منصة أكس، إذا صارت الأمور على ما يرام سيكون المدافع محمد عبد المنعم في التدريبات يوم الأربعاء أو الخميس مع نيس. زي ما حضراتكم عارفين محمد عبد المنعم كانت رغبته أنه هو ينتقل انتقال يعني لأي دولة أوروبية خلال الفترات اللي فاتت، وأنه يخوض التجربة الاحترافية ويبتدي مشواره الاحترافي بالتأكيد ده حق مشروع لأي لاعب، خصوصا لو تألق مع نادي وهو من الأعمدة الأساسية لمنتخبنا المصري. بنتمنى لكل اللعيبة التوفيق للواجهات المقبلة المشرفة ليهم خلال الفترات القادمة. تعالوا نروح لفاصل قصير، بعدها نرجع نستقبل ضيفنا اللي منورنا النهاردة الأستاذ أمير نبيل الناقد الرياضي في صباح أون تايم. انتظرونا بعد الفاصل.